تدري أنت لمن تروح إلى الحسين، أنت لمن تروح إلى الحسين في الحديث الشريف ورد، من الذي يستقبلك؟ 4000 ملك يستقبلونك. هذا الزائر الذي استقبله 4000 ملك يجي أنت لازم تستقبله لأنه استقبله 4000 ملك. زائر الحسين تستقبله الملائكة عن الصادق عليه السلام، قال 4000 ملك، 4000 ملك شعث غبر يبكون الحسين إلى يوم القيامة، فلا يأتيه أحد، يعني أحد يروح يزور الحسين، فلا يأتيه أحد إلا واستقبلوه. يستقبلون زائر الحسين، مرحبا بزائر الحسين.